السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هكلمكم عن هرمون الحياة اللي هو بنقول عليه هرمون الذكورة أو التستوستيرون، وأنا بسميه هرمون الحياة للأسباب اللي هشرحها في التالي، لأنه هرمون مهم جدا جدا بالنسبة للراجل وبالنسبة للست. الناس أو الرجالة بصفة عامة لما بتكبر في السن زي حالاتي كده بينخفض عندها هذا الهرمون، لكن باتباع أسلوب الحياة الصحي بيرتفع هرمون التستوستيرون تاني في الجسم. والكلام ده مش كلام لأن طبيب، وإنما لأن أنا جربته على نفسي. بعد اتباع أسلوب الحياة الصحي هرمون التستوستيرون عندي ارتفع، تضاعفت قيمته تقريبا. وزي ما هشرح في الفيديو التالي هتلاقي ان هرمون التستوستيرون ده يمكن مهم في كافة وظائف الجسم الحيوية. وعشان يبقى عندك هرمون تستوستيرون لازم تكون عايش حياة صحية سليمة، اسلوب حياة صحي سليم يشمل الاكل الصحي، النوم الصحي، المجهود العضلي اليومي السليم. خلينا نشوف بقى هرمون التستوستيرون ده بيعمل ايه في الجسم وايه هي وظائفه. في الصورة اللي قصادنا هنوضح او هنبين اثار هرمون التستوستيرون اللي احنا بنقول عليه هرمون الذكورة على الرجل، وده بالطبع زي ما قلنا بينتج عن اسلوب الحياة الصحي. اذا اتبعت اسلوب حياة صحي جسمك بيكون اذا اتبعت اسلوب حياة صحي جسمك بيفرز هرمون اسمه التستوستيرون. طب لما ما تتبعش هذا الاسلوب وتكبر شوية في السن أو حتى عند الشباب ويقل الهرمون ده، إيه اللي بيحصل؟ هيقل الهرمون. فأول حاجة التأثير على الدماغ، الإنسان يشعر دايما بالإرهاق، يشعر دايما بالإرهاق والتشويش وعدم القدرة على التركيز وضعف القدرة على الاستيعاب وفقدان للمزاج الكويس أو المود الكويس، لأن الهرمون ده بيساعد على إفراز هرمونات اسمها هرمونات السعادة أو الراحة الإندروفينز ومنها الدوبامين. ننزل بعد الرأس نشوف منطقة القلب، الإنسان بيبقى أكثر عرضة لأمراض القلب، أكثر عرضة لأمراض القلب. ومن ناحية التانية الصدر، الثدي بيبقى يزيد حجم الثدي، increased size of breast tissue. نيجي بقى عند البلي، الكرش، increased fat tissue، وخصوصا في منطقة الكرش يزيد كرش الواحد. أما الموضوع التناسلي أو الجنسي فحدث ولا حرج، لأن الإنسان بيفقد شهوته الجنسية ويفقد قدراته الجنسية ويصاب بما يسمى ضعف الانتصاب. وفي مضاعفات تانية على الأعضاء التناسلية زي البروستاتا، ممكن تتضخم البروستاتا، غدة البروستات بتتضخم ويتبعها طبعا مشاكل تضخم البروستاتا اللي عارفينها، وربما تصل إلى حد إن الإنسان يصاب ببروستاتيك كانسر، سرطان البروستاتا. أما نتيجة تأثيره على العضلات والعظام فالإنسان بيفقد التون بتاع العضل بتاعه وبيشعر بصفة عامة بالوهن والويكنس، وربما يضعف العظم عنده ولأي سبب بسيط، تروما بسيطة أو يقع ينكسر العظم ويكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. يعني من الصورة ديت بنلاقي، عشان كده أنا بسميه إيه، هرمون الحياة مش هرمون الذكورة فقط، لأنه بيأثر على الإنسان راجل أو ست في جميع أوجه نشاط حياته، من فوق عند الرأس إلى تحت عند القدمين، مش بس النشاط الجنسي والمقدرة الجنسية وإنما وظائف كتيرة جدا جدا حيوية عشان الإنسان يعيش مرتاح ويقدر يقوم بوظائفه بشكل جيد. يبقى كده الخلاصة ان التستوستيرون مهم جدا، يؤدي الى ان الانسان يبقى عنده نشاط عام وحيوية وعنده قوة جسمانية والنشاط الجنسي جيد سواء في الراجل او في الست. وربنا يقينا ويقيكم من جميع الامراض، والى اللقاء في فيديو اخر.